السلام عليكم، باقة ورد. كنرحب بكم في قناة أحلى الوصفات مع إنجي. أهلا وسهلا فيكم. اليوم سنقترح عليكم واحد ديسير رائع 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 بالكابوتشينو. وبمناسبة كنشكركم وكنشكر كاع الأخوات اللي متبعيني، وشكر خاص لإخواتي الجزائريات اللي كيشجعوني بزاف، وكنقول لهم حنا خواتات خوت ونبقاو ديما خوت. اهلا وسهلا فيكم. بالنسبه للوصفه هذه، كنحتاجوا الحليب، واحد السيترو ديال الحليب باردون. هنا عندنا الكابوتشينو، لانني غادي نستعمل هذا الفلون ديال الكابوتشينو بنكهه الكابوتشينو. انا غادي نزيد كابوتشينو نيت صغبره، واحد معلقه كبيره الكابوتشينو، نص معلقه صغيره ديال النسكافي او قهوه سريعه الذوبان، ومعلقه كبيره ونص ديال النشا. باردون مريضه صوتي شويه، اعذروني. كنجمعهم كلهم مع بعض، كابوتشينو نشا و قهوة سريعة الذوبان والفلون اللي بنكهة ديال كابوتشينو. على فكرة هاد الفلون بالسكر، اللي غادي يدير دوك ساشيات صغار كيكونوا مصوصين يزيد واحد كمية ديال السكر، يعني يزيد جوج معالق ديال السكر حتى لثلاثة ديال السكر. غادي نزيد انا الحليب، نحاول نخلطهم بجوج. غنزيد الحليب من السيترو وغنديرهم اغلاو مع التحرك، طبعا ما نوقفش التحرك حتى يتقال شويه الخليط ان شاء الله. كنعبر في الحليب 250 غرام، زدت 250 غرام اخرى يعني من السيترو. كليكم مع التحرك، وغادي نديها دابا فوق النار، بقى مع التحرك طبعا حتى تقال. هيا دابا غادي نديرها في بلاصه اخرى باش نخليها تبرد. دابا تقالت ليا، غادي نكبها في الطاسه، نخليها تبرد شويه في هكا في المطبخ حتى تبرد شويه، وندخلها للثلاجه تزيد تبرد اكثر. ما نقدرش نديرها في الثلاجه وهي هكا سخونه بزاف. هنايا خديت واحد 60 حتى 80 غرام ديال الكريم فريش او الكريمه السائله، وزدت عليها واحد جوج معالق ديال السكر. المهم السكر اختياري، هذيك كتقدروا تزيدوا على حساب جوج معالق حتى ثلاثة. وغادي نطربها بوحدها هكا حتى تطلع. الفلون ديالي راه برد في الثلاجة، ها هو غادي نطربو حتى هو شويه نخلطو، وغادي نزيد عليه هذاك الكريم اللي خلطت. ونخلطو مع بعض حتى يندمجوا. عندي هذا دي بيسكوي كروكون اللي هما عباره على اللوز والشوكولات، يعني ممكن ديروا اي نوع عندكم يكون كروكون، يكون هكا مهرمش. تقدروا ديروا غير اللوز بوحدو، تقدروا ديروا دي بيبيل دو شوكولا، تقدروا ديروا هكا هذا اللوز معسل ومصوب بالشوكولات.
غادي نهرمشو وغادي نخلطو مع لا كريم. مازال خاصو شويه، يعني عندكم اختيار في هكا ديروا اللي بغيتو. الا بغيتو يكون فيه شي حاجه كروكونت لداخل، ما بغيتوش تقدروا تخليه طبيعي هكاك. كيجي روعه، زوين 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 بزاف. ولادي حماقو عليه وعجبوه عجبهم بزاف. صافي هكا غادي نديرو في الكيسان، باش ما طولش عليكم الفيديو. انا حطيتو نورمالمون خاصو مازال يبرد شي شويه اكثر. انا درتو في الكيسان، وعندي هاد البواطه ديال كيندر اللي مخلطه فيها كاع الانواع ديال الشوكولا كيندر. غنزوق بيها وتبقى دائما الاختيار كيف قلت لكم ديالكم، يعني اقتراحاتكم اللي موجود اللي عندكم في الدار ممكن تستعملوه. لان اذا قلنا الكابوتشينو اذا قلنا الكابوتشينو ما غاديش نقدروا نديروا ليه اي لي فروي ولا شي حاجه. لا، الكابوتشينو نقدروا نديروا غير الشوكولا، الشوكولا من الفوق، ولا غير كاكاو كاع كاكاو بوحدو. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكركاع، هادشي اللي ممكن ديروا في بالنسبه للغوت كابوتشينو. لو كان فخيز او حتى فاني نقدروا نديروا ديك الساعه لي فخوي، نديروا اي حاجه بغيناها. انايا عندي هاد لي شوكولا البسات الصغار، خلطتهم هكا باش ذوقتهم وباش عطاو شهيه اكثر ولذة اكثر ومنظر، لان حتى العين كتاكل حتى هي. وهذا هو الديسير ديالي اللي جا جديد وزوين. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وشكرا لكم. بارك عندي خليت من هذاك البسكويت اللي قلت لكم كروكون، خليت منه درتو هنايا، زدت زوقته من الفوق. سمحوا لي مريضه، وهذا السر ديالي كيستاهل كيف تيقولوا، بيستاهل بوك، كيستاهل فمك.